الو ايوه ايوه انا جاهز بالفلوس. ايوه يا عم ما تخافش، ما بلغتش البوليس ولا حاجه. المهم ياسمين هشوفها ازاي؟ هتبعت عيل صغير ياخد الفلوس؟ ماشي بس ياسمين. الو الو، اخرب بيتك يا شكشوك، ايه اللي اخرك كده؟ انا مش عارف ايه ده، ايه فيلم الرعب اللي انا فيه ده؟ انت مين؟ انت من اشبال العصابات ولا ايه؟ عايز فلوس؟ عينيا يا حبيبي هديك فلوس، بس قبل ما اديك الفلوس اشوف وشك. تعالى هنا، تعالى، رايح فين؟ وريني. ايه ده ياسمين؟ بابا عملتي ليه كده ياسمين؟ عملتي ليه كده؟ انا مش فاهم. هو ده اللي خطب بنتك عادل بيه؟ قلعوا الماسك عشان اشوف مين ده. محدش يقلع لي، انا اللي هقلع بنفسي. اهلا لوست عدوي. انت عارفه عادل بيه؟ ايه اللي عارفه؟ ده لوست عدوي السواق بتاع الباص بتاع ياسمين. ما انا قلت لك عادل بيه انه مش مجرم قراري من الاول. عملت ليه كده يا اسطى عادل؟ بص يا باشمهندس عادل، انا ماليش ذنب في اي حاجه، انا سواق اتوبيس. البنت ياسمين بنتك دي بنت ذكيه، هي اللي جابت الماسكات دي وقالت لي نعمل كده. ياسمين هي اللي قالت لك؟ عملت ليه كده يا ياسمين؟ بابا انت السبب. انا السبب ليه بقى؟ انا اللي قلت لك اختفي نفسك؟ لا يا بابا، انا لقيتك مش مهتم بيا فجاه كده، فعملت الحركه دي عشان انت تهتم بيا. يا سلام يا سلام على الاب لما يهتمش ببنته. بص يا باشمهندس عادل، انا هموت نفسي والبسك جريمه واقول انت السبب. اوعى تعالى سيبه سيبه يموت نفسه ونخلص منه، واحنا باقيين عليه ليه؟ موت نفسك يالا. اه من الاول وانا حاسس انها مؤامره عليا. بس مهندس عادل انت عايز توديني المورستان من تاني؟ لا مش انا مش انا. انت كده كده رايح المورستان، وانت فكرك يعني المورستان هيسيبك؟ سلم نفسك، المكان كله محاصر. مكان ايه اللي محاصر؟ ما يفك الحصر اللي فيه ده. لا لا انا ما اروحش السجن، السجن ما فوت اتوبيس، وانا عدوي احب اسوق اتوبيس. بيب 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 يا جشمه. اهلا اهلا يا معلم شكشوك، دي فرصه سعيده جدا. انت ليك في خطف العيال الصغيرين اليومين دول؟ لا يا باشا، انا جاي اساعد الحكومه. كده برضه عادل بيه تغدر بيا وتبلغ الحكومه؟ والله ما بلغت حاجه، انا زي ما اتفقت معاك. حضرتك مين بلغكم؟ ما المدام هي اللي بلغتنا عادل بيه، وكان المفروض سعادتك اللي تبلغنا من الاول. شفت اهو، المدام هي اللي بلغت. يعني ماشي يا رانيا ماشي، بتحرجيني مع الحراميه اصحابي ومع عدو الجزمه. سيادتك لقينا الشوال ده في عربيه العصابه يا باشا. وده في ايه ده؟ دولة. انا هنا عروسك يا جزمة. دولة حبيبي، دولة كده ولا دولة؟ تسيبني في ايد العصابة المفتريين دول؟ هم ايه اللي عمل فيك كده يالا؟ ركبوني المراجيح يا عم، وانا مش عايز. وريني عينيك يالا. اهي دول. ولا يهمك يا رمزي، انا هعالجك من الحول اللي جايلك ده. والله دولة ازاي دول؟ احط صباعي الاثنين واقوم جايب ده كده وجايب ده كده. يلا استعد. ربنا يخليك يا دولة يا رب.